يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. هل سالت نفسك عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهه ايش كان يشتغل فنانك المفضل قبل ما يصير مشهور؟ هل كل شخصيه مشهوره في هذا العالم ولدت على البساطه الاحمر والريد كاربت؟ طبعا لا. في فيديو اليوم راح اشارك معاكم مجموعه اسماء معروفه في هوليوود وايش كانت وظائفهم قبل يصيروا مشهورين واصحاب ثروات طائلة. ومش علشان نسوي زحمة فيديوهات على اليوتيوب، ولكن علشان أعرف وإنت تعرف وإنت تعرفي وكلكم تعرفون إن لكل شخص كبير بداية بسيطة وصغيرة ومتواضعة. وكمان عشان نعطي بعض كذا جرعة تحفيزية، أنت تستطيع من ذا الكلام. إذا ما سمعنا القصص هذه إيش بيحفزنا يعني؟ ولعلنا كمان نتعلم إن المهم في هذه الحياة هو إنك تبدأ، مش مهم وين تبدأ وكيف تبدأ. ابدأ من أي مكان وفي أي زمان حتى لو بأقل الأثمان. أنت ابدأ يا أخي، تقعد متكي في البيت منتظر الفرصة تجيك. وعلى قولتهم، إذا أنت ما جربت العزف كيف راح تعرف إنك عازف؟ والله عميقة بس يبالها شوية تفكير. اشترك لي في القناة يا كبير لو ما كنت مشترك، وفعل لي جرس التنبيهات على طريقك، ولايك من إيدك الحلوة يسوى الدنيا وما فيها. غير كذا اربط لي حزامك ويلا بينا نشوف إيش كان يشتغل أشهر الفنانين قبل شهرتهم. الممثل الأول ستيف بوسيمي. قبل التمثيل وقبل ما يخطو أولى خطواته في عالم السينما والتلفزيون، كان يشتغل هذا الرجل القدير والممثل الكبير كرجل إطفاء، أو مثل ما نسميها عندنا في الدفاع المدني أو في مكافحة الحرائق. ولما دخل عالم السينما والتلفزيون ترك هذه الوظيفة كرجل إطفاء وتفرغ بشكل كامل للتمثيل. ولكن لما جاءت أحداث 11 سبتمبر أو أحداث 9/11 لما طاحت أبراج التجارة العالمية، ترك التمثيل ورجع مرة ثانية يشتغل كمتطوع في مجال الدفاع المدني أو في مكافحة الحرائق في نفس المنطقة اللي حصلت فيها أحداث 11 سبتمبر. واليوم هذا الممثل اللي بدأ مسيرته كرجل إطفاء ثروته تقدر بحوالي 35 مليون دولار أمريكي. الممثل الثاني واحد من الممثلين اللي أحترمهم جدا، كريستوفر واكن، واحد من أشهر وأقوى وأعظم الأسماء في ساحة الفن السابع، واللي لهم حضورهم وهيبتهم في كل عمل يشاركوا فيه. قبل يدخل مجال التمثيل يا جماعة، الإنسان هذا كان يشتغل في السيرك، وبالتحديد كان يشتغل مروض للأسود. كان عنده مجموعة أسود يروضها ويستعرض فيها كذا قدام الناس في الخيمة داخل السيرك، وكان عنده أسد شهير تربى على يدين واسمه شيبا. جلس فترة في هذه المهنة في عالم السيرك ومشت أموره كل شيء، إلى أن دخل عالم التمثيل واكتشف إنه التمثيل هو شغفه، إنه التمثيل هو الشيء اللي راح يبدع فيه مش بس ترويض الأسود. وبعد دخوله إلى عالم التمثيل قدر إنه يحصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في واحد من أقوى وأقوى أدواره وأقوى الأفلام للأمانة اللي شفتها، في فيلم ذا دير هانتر سنة 1978. وثروته اليوم تقدر بحوالي 50 مليون دولار أمريكي. ثالثا عندنا المخرج والكاتب والممثل داني ديفيتو. واللي خلاني أضيف هذا الإنسان إلى هذه القائمة هو إنه مهنته اللي كان يشتغل فيها قبل التمثيل كانت غريبة إلى حد ما. تخيلوا يا جماعة إنه قبل ما يكون ممثل مشهور وكاتب وبروديوسر ومخرج وأيا كان، كان يشتغل كمصفف شعر. تهبلي وجهي، مصفف شعر مهنة غريبة. طب اصبر، خلينا كمل يا مستعجل انت. وظيفته كانت مصفف شعر للموتى. يمكن معظمكم عارفين انه في بعض الاديان والثقافات الميت يتم دفنه داخل تابوت، وقبل ما يحطوه داخل التابوت يلبسوه احلى ملابس ويكشخوه، بعضهم يعطروه ويسرحوه ويظبطوا الامور، اذا كانت بنت برضو يلبسوه احلى ملابس. ومن هذا الكلام الممثل هذا كانت وظيفته انه يحط اللمسه الاخيره على الموتى. بعد ما يلبسوهم ويكشخوهم ويحطوهم داخل التابوت، يجي يظبط لهم تسريحه شعرهم ويرتبها ويقفل التابوت ويعطي امر الدفن. واليوم هذا الممثل والكاتب والمنتج والمخرج بعد ما كان يصفف شعور الموتى، ثروته تقدر بحوالي 80 مليون دولار أمريكي. رابعا الممثل القدير هاريسون فورد. قبل يكون هان سولو، قبل ما يكون إنديانا جونز، الآدمي هذا يا جماعة اشتغل في محل النجارة، أو بالأصح كان يشتغل نجار. يا كم باب تركب على يده، يا كم طاولة قصته، يا كم أعمال خشبية خرجت من تحت صوابعه. واليوم وبعد ما بدأ مسيرته في مجال النجارة، يعد هذا الممثل واحد من أشهر الوجوه في هوليوود. إذا ما عرفت اسمه بتعرف وجهه، لأنه شارك في أعمال جدا جدا ضخمة وعملاقة، وثروته تقدر اليوم بحوالي 300 مليون دولار أمريكي. الممثل الخامس وهو النجم المحبوب جوني ديب. جوني ديب يا جماعة للأمانة من أكثر الناس اللي تهبدوا في حياتهم. ولو أنت ما تابعت قصة حياته، ترى في فيديو في القناة يتكلم عن قصة حياته، بتشوف فيه تفاصيل كثيرة عنه. على كل حال يا جماعة، جوني ديب جرب مجال الموسيقى، جرب مجال التسويق والمبيعات، جرب خدمة العملاء على التليفون، بل إنه اشتغل كمندوب لبيع الأقلام. يعني يجيك في الشارع يحاول يقنعك إنه يبيع قلم. يعني لو نفترض إنك أنت مرة شيب الحين وكنت عايش على ذيك الأيام، كان ممكن لو إنك تتمشى في نيويورك تقابل جوني ديب يحاول يبيعك قلم. على كل حال اليوم جوني ديب
ديب يا جماعة ثروته تقدر بأكثر من 150 مليون دولار، ولعلمكم ترى ثروته كانت أكثر من كذا بكثير لولا أنه النكبة هذه أمبر هيرد بسبب طلاقها وانفصالها عنه سببت له مشاكل وخسرته اللي قدامه واللي وراه. حسبي الله عليه. الممثل السادس يا جماعة براد بيت. تخيلوا أنه في واحدة من لحظات تخبط براد بيت في اكتشاف مسيرته في البحث عن ذاته وبناء سيرته الذاتية كان يشتغل كدجاجة. دجاجة يا وجيه تكلم زي الناس. لا أهفك الحين. والله يا جماعة كان يشتغل كدجاجة، كان يلبس لبس دجاجة، أوكي؟ يلبس لبس دجاجة خارج أحد المطاعم ويقعد يرقص كذا ويدعو الناس إنهم يدخلوا إلى داخل المطعم ليستمتعوا بأكل دجاج صغار زيه. تخيلوا إنه براد بيت كان يشتغل كدجاجة واليوم ثروته تقدر ب 300 مليون دولار أمريكي. الممثل السابع جورج كلوني. جورج كلوني يا جماعة الشوجر دادي تبع العصر هذا، قبل يتحول إلى ممثل وسيم وصاحب اسم عالمي ووجه معروف، كان يشتغل في محل بيع أحذية نسائية وباع من الأحذية النسائية أعداد مهولة. ومش بس كده، اشتغل كعامل بناء، كان يبني ويشيل ويحط بنفسه. ومش بس كده، كمان اشتغل في محل بيع وصناعة السجائر. تتكلم عن جورج كلوني؟ جورج كلوني واليوم ثروته تقدر بحوالي 500 مليون دولار، وفي واحد من أعياد ميلاده دعا أكثر من 10 أشخاص من أصدقائه المقربين وحط جنب كل واحد منهم شنطة دبلوماسية. ولما وصلوا جلسوا على الطاولة قال لهم يا جماعة جنب كل واحد منكم في شنطة، الشنطة هذه فيها هدية مني لكم يا أصدقائي الأعزاء. كل واحد فك الشنطة لقي فيها مليون دولار أمريكي كاش. وانت خويك ايش جاب لك في عيد ميلادك؟ أصلا في أحد افتكرك في عيد ميلادك؟ أنا عيد ميلادي الماضي ما أكل فيه برجر لو فاكرين. الممثل الثامن توم هانك. تخيلوا يا جماعة أنه توم هانكس في مرحلة ما من حياته ومن مراحل بناء سيرته الذاتية كان يبيع فشار. ليته كان يبيعه في السينما، ولا كان يبيعه في المول، ولا كان يبيعه في محل خاص للفشار؟ لا، كان يشيل زي الصندوق مليان فشار أو مليان علب فشار ويتمشى فيها داخل الملاعب الأمريكية ويجلس يبيع للجمهور. توم هانكس اللي اليوم ثروته تقدر بحوالي 400 مليون دولار بدأ حياته ببيع الفشار. وانت ايش قاعد تسوي؟ وش منتظر يا خوي؟ روح اشتغل، اهبط في كل مكان. أما الممثل الثامن واللي صدم عيشة أهلي ومتأكد مليون في المية انه راح يصدم عيشتكم انتو كمان، الممثل جون هام. هذا الممثل مهما خمنتوا ايش وظيفته، ايش كان يشتغل زمان في بداية حياته، ما راح تقدروا تخمنوا. خمن، انا باك تخمن، خمن، وقف الفيديو كده وخمن. تخميناتك ابشرك كلها غلط. تخيل معايا عزيزي الوجيه وتخيلي معايا عزيزتي الوجيهة انه جون هام كان يشتغل في مجال تنسيق الازياء. لحظة قبل ما تتفلت وتقول لي ايش، كان يشتغل في مجال تنسيق الازياء لافلام اباحية. قبل ما يبدأ تصوير الفيلم الاباحي او المشهد الاباحي ينادوا جون هام وش نلبس الحلوين ذولي، لانهم بعد شوي بيفصخوا اصلا، استغفر الله العظيم. فالفكرة انه ايش كان يلبسهم عشان يفصخوا زبد. هذا اخذ قاعدة مو مهم من وين تبدأ، المهم انك تبدأ، بس اخذها بشكل مرة مبالغ فيه. ابدأ، خش السوق، ايش فيه؟ هات، تعال، مو مشكلة تعال. عندكم الاوسكاري كمان ادريان براودي كان يشتغل كمهرج، يجيبونه في حفلات اعياد الميلاد الخاصة بالاطفال ويخلوه يسوي حركات سحرية كذا ويرقص ويستهبل قدامهم. جيك يلن هال كان يشتغل كحارس في الشواطئ، اذا شاف احد قاعد يغرق او اذا شاف واحد قاعد يسوي مخالفة عند البحر يروح يمسك. ماثيو ماكونهي في مرحلة ما من حياته اشتغل كمنظف اطباق في احد المطاعم. برادلي كوبر اشتغل كبواب في احد الفنادق. بيل موري شخصيا يا عمي اشتغل كعامل بقالة. يا عمي باراك اوباما الرئيس الامريكي للولايات المتحدة الامريكية كان يبيع ايس كريم في باسكن روبنز. هيا تخيل. فهمت الحكمة اللي قلتها لك في بداية الفيديو؟ مو مهم وين تبدأ، المهم انك تبدأ. ابدأ، خش، خش في اي مجال، ابحر، خش في السوق، اهبط شوية، خلي الدنيا تلعب فيك يمين يسار. اما اذا بتقعد كده حترجع على رجل منتظر وظيفة احلامك، صدقني حتقعد تنتظرها لين تخمش. وبس والله الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ترقبوا الجزء الثاني من نفس هذه السلسلة ولكن النسخة النسائية. عندنا كده مجموعة اسماء ممثلات مشهورات برضو، ايش كانوا يشتغلوا قبل شهرتهم. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.